صباحكم مشاهدينا خير وصحة من جديد، ووصلنا معكم لفقرتنا الثقافية. وكانت الكتابة ولا زالت سجلا للحضارة الإنسانية تجلى فيها عراقتها وتاريخها وتطورها، وفي ثنايا هذه الملحمة الإنسانية نشأ الخط العربي من أجمل وأقدم الفنون وأرقاها بأنواعه وحروفه وأشكاله البصرية. يا رشا، أكيد اليوم هذه اليوم نحن عم نحكي عن مكتبة تحوي من الإرث الثقافي سنوات وفنون كتير حلوة. اليوم هذا الخط العربي لرغم كل التطور والتكنولوجيا إله ناسه وإله هواته وإله مدرسينه ومدارسه. اليوم ضمن فقرتنا رح نضوي على الخط العربي أنواعه، واليوم كيف عم يقدروا يحافظوا على هيئة الثقافة رغم كل هذا التطور. وأيضا رح نحكي اليوم عن مشروع خاص بضيفنا وهو الخط الكوفي قبل التنقيط، ورح نروح لعنده فورا نأخذ منه معلومات أكثر. وضيفنا لليوم هو السيد أحمد كمال الشيخ موسى، مدرس رياضيات متقاعد ومدرس الخط الكوفي المصحفي بمعهد الفنون التطبيقية بقلعة دمشق، وأيضا مدرس بمعهد وليد عزاز. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، نورت صباحنا. يسعد صباحك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا. يعني كنا بنعرف أنه الخط العربي تطور وتقدم عبر الزمان، اليوم خلينا نوضح عن أنواع الخط العربي وحضرتك اليوم شو النوع اللي بتتبعه. عرفنا أنه الخط الكوفي، خلينا نتعرف أكثر عن حضرتك. الحقيقة الخط العربي مر بمراحل، فكان يعني قبل ما ياخذ هذه الاشكال اللي بنشوفها هلا اللي هي الثلث والنسخ، كان الخط الكوفي. الكوفي هو يعني قبل يعني بدايه الحرف، ما بين الحرف المسند اللي هو مشتق منه الحرف العربي وما بين الخط الخطوط اللي حاليا عم نشوفها بالكتب وال... نعم تمام. طيب انا عم حاول اقرا هاي ما قدرت. ايه هلا هاي بالخط الكوفي قبل التنقيط، يعني هو بيقولوا هو من اكثر الخطوط صعوبه وبتميز بميلانه. اليوم يعني انا عم حاول اقراها. اقري فيك تقرأ. صحيح، يعني بتحس الكلمات والحروف داخله ببعض. في كلمه الناس بس الحقيقه ليكي هو منو صعب، صعب علينا. هو للعرب الأقحاح كانوا يقرؤوا بسهولة، لكن الفجوة التاريخية اللي ما بين يعني تبسيط الحرف لهذا يعني الأعاجم بسموه إعجام، فنقطوا، تعرفوا أنتوا نقط على يد أبو الأسود الدؤلي بالعصر العباسي، فبدأ نحن نشوفه منقط بس بسطوا إنه، لكن هو كان للعرب الأقحاح. إنما الناس سطور كتبت لكن بما بما. أي والله إنما الناس سطور كتبت. جبران خليل جبران بتغنيها الست فيروز أعطيني الناي. هلا في بس شو الغايه من تمازج اليوم الحروف والكلمات؟ يعني في ممكن نلاحظ اليوم انه احرف ما بنقدر ندخلها مع بعضها، ام لا عادي ممكن تزبط؟ طبعا طبعا. نحن هلا يعني انا اشتغلت على هذا الخط بال يعني واخذت كلاسيكيه الحرف، بعدين بدات اشتغل بالحرف مثل ما تفضلتي على التكوين. فيعني عملت لوحات تشكيلية حرفها أو يعني عنصر اللوحة هو الحرف الكوفي المصحفي. تمام. خلينا نروح لتجربتك بتدريس الخط، إن كان بحضرتك أستاذ رياضيات سابق متقاعد. اليوم وقت منقول رياضيات نحن ممكن نتخيل أنه حضرتك تكون أستاذ عربي، يعني نحن نعرف أنه بيروحوا لهي الأمور أكثر. يعني صحيح. خلينا نحكي عن تجربتك لليوم. بالنسبة للرياضيات ما تبعد عن الفنون أبداً، هو خطأ شائع أنه الرياضيات مادة جافة وكذا. لا، الرياضيات هي الهندسة، هي الخط هو عبارة عن ملازم وأطر يعني ضمن ضوابط، وهذه الضوابط ما تبعد عن يعني فلسفة يعني بيسموها المنطق الرياضي. يعني فهي أنا رياضيات أضافت لي كثير بتجربتي بالحرف وبالفنون. تمام، خلينا نبلش. تمام، خلينا نرسم شيء وندردش. نشرح شوي عن الخطوات. نعم. اللي رح تتبعها اليوم. شو بدنا نكتب هلا؟ انا قريتها لهي، تعلمت فورا انا. عظيم. زاهدا فيما سياتي ناسيا ما قد مضى. نعم. هو هذا المهم بالنسبه للسابقا، هن كانوا من الحفظه،
فيقرأوا لو شفتي أنت ناسيا فعرفتي أنه يعني تربطي الكلمات مع بعضها هيك. لا أنا عرفت خلص أقول عرفت. خلينا نبلش أستاذ أحمد، شو بدنا نكتب اليوم؟ هلأ حنكتب طبعا من يعني أجمل ما قيل في الشام ودمشق سعيد عقل. سعيد عقل اللي دائما تحضرنا ايام معرض دمشق الدولي. صحيح. وقرات مجدك في قلبي وفي الكتب شآم ما المجد انت المجد لم يغب. تفضل. حنكتبها بشكل تكوين بخط غير الخط المصحفي هالمره. شو نوع الخط اللي يعني اليوم؟ حاول انه يكون ثلث. في الوان معينه ايه طبعا انا عندي احبار انا بصنعها بايدي اللي هي اللي هي الأحبار اللي عفواً أنا شوي أحياناً أكون أدل اليوم أكون الحبر عامل لك مشكلة. لا لا أبداً أبداً أنا بقول لطلابي دائماً بأنه إذا ما تلوتت إيدك ما راح تصير خطة. فأنتوا جهزوا حالكم. خلينا نروح هيك حضرتك أنت عم كرمال الوقت نقدر نشوف هذا الفن الجميل وناخذ منك هيك معلومات لليوم. تفضل. اليوم عم نحكي عن فن مثل ما قلنا هو مكتبة إرث ثقافية كثير عريقة يعني. نعم. واليوم نحن شبابنا عم يتوجهوا لعصر السرعة عصر التكنولوجيا. نعم. يعني اليوم بقول لك أنا ما كثير بيستهويني هاي القصص. اليوم عندكم مهمة كثير صعبة. نعم. أنه أنتوا اليوم تقدروا تحافظوا على هاد خلينا نقول الثقافة على نشرة على تخلي اليوم الناس تحبها أكثر يعني. نعم صحيح. كيف عم تقدروا اليوم تشتغلوا عليها؟ صحيح. التكنولوجيا سلاح ذو حدين. نعم. إما تبعد الإنسان عن يعني الروحانيات وإما تضيف له. يعني أنا أتمنى أنه دائما نعرف أنه التكنولوجيا هي دائما يعني حافز وتضيف للهاند ميد أو يعني نحن مثلا عندنا هاي التصميم تصميم على الكمبيوتر اللي هو مثلا ممكن البرامج التصميم ممكن واحد يكون خطاط ويصمم بالتالي يطلع التصميم أكثر جمالاً ودقة. قرأته؟ قرأت مجدك في قلبي وفي الكتب. تمام. شآم ما المجد أنت المجد لم يغب. طيب خلينا نوضح اليوم كثير منشوف لوحات فيها مكتوبة آيات قرآنية بالخط العربية. خلينا نوضح هون هل نحن بحاجة استخدام نوع خط معين بما أنه آيات قرآنية أم لا ممكن أي خط أنا بقدر استخدمه؟ كتبت المصاحف الحالية بخط النسخ لأنه أكثر وضوحاً وأكثر يعني تفصيل للحرف. فدائماً يعني نحاول دائماً أن نكتب الأشياء اللي تستخدم في الكتابة إما بالنسخ أو بالرقعة. وهذا يعني أما باقي الخطوط ممكن تستشكل على بعض يعني المبتدئين أو الأطفال. فدائما خط النسخ هو رائد الخط الاوضح يعني. طيب هو صرنا قرات مجدك. مجدك احنا حابين احنا بشان الوقت استاذ أنا احمد أنا طيب اليوم حضرتك بمعهد وليد عزات احنا بنعرف قد ايه هذا المعهد تخرج وقدم خبرات كثير جميله. نعم. اليوم شو اهم الخبرات اللي تقدمت للشباب ضمن المعهد بمجال الخط وهل اليوم صار عندهم مشاريع خاصه لإلهم يعني قدروا انهم يشتغلوا شيء على حالهم؟ المعهد جدا يضيف لل يعني للطالب خبرات وبالتالي يعني يقول الإمام علي الخط الحسن أو بمعنى تعلموا الخط فإنه من مفاتيح الرزق. نعم ممكن الخطاط بعد ما يتخرج ويمتلك يستفيد من يعني من الكتابة ومن في كثير من التصميم الديزاين كتابة اللافتة كتابة لوحة اسمية. فبالتالي نعم الخط رزق والخط
بيعطي بيضيف للخطاط. كثير هم اليوم هادي بيظل هاي الاوضاع يكون لهم مشروع خاص اليوم الشباب، ومثل ما قلتي رزقه بالنهايه. نعم نعم. ودائما نعم. يمكن بنسال الاشخاص يلي عندهم موهبه معينه او عندهم مشروع معين اذا شاركتوا بمعارض، خلينا نوضح حضرتك شاركت بمعارض واذا ايه شو هذا الشيء شو اضف لك على الصعيد الشخصي والعملي؟ دائما المعارض تضيف للفنان لما يواكب يعني الرؤى البصريه وتزيد الثقافة، لأن الثقافة ليست فقط كتاب، الثقافة هي يعني حضور المعارض، المسرح، أي محفل في مثقفة ممكن نحن نقول إنه يستفيد منه الخط الفنان يعني. طيب أستاذ أحمد هيك خلينا نرجع نضوي على موضوع البحث بالخط الكوفي قبل التنقيط، اليوم كان لك تجربة خاصة بهذا المجال، لوين وصلت بهذا البحث؟ من فترة أكثر من 5 سنوات وأنا يعني أعمل مقارنة ما بين مخطوطات قديمة والكتب الحالية، فاكتشفت أشياء كثيرة بالخط الكوفي المصحفي، مثل ما قلت لك هلا بالنسبة يعني كيف كانت تقرأ قبل التنقيط، كيف كان شكل الحرف، كل هاي الأسئلة بحثت فيها ووجدت يعني ألغازها أو حليت رموزها. يعني يمكن نحن اليوم ما عندنا الاختصاص الخط العربي لتعليم هدول الشباب، يمكن يلجؤوا هنن للمعاهد او الجمعيات لحتى يتعلموا هي المهنه او الحرفه. طب برايك هل ممكن يوم انه ضروري يكون في اكاديميات لتعليم هدول الشباب هي الحرفه؟ يا الله شو انا يعني اتمنى اسوه بكثير من الدول تعنى بالخط بشكل اكثر من للاسف بلدنا، يعني الاكاديميه في الخط موجوده في بغداد في القاهره، نحن للاسف عباره عن ماده خجوله في كليه الفنون، درس الخط عند اليافعين والاطفال درس مهم بيكتب صفحه بس. مع انه استاذ احمد يعني في حالات كثير بالشهاده الاعداديه علاماتهم نقصت او معدلهم نزل بسبب سوء خطهم، بقول لك مصحح انا ما فهمت شو كاتب يعني، وهي حالات من الواقع يعني بعد مراجعه وزاره التربيه كان سبب او خلينا نقول حجه المصحح انه اليوم انا ما عرفت شو عم يكتب شو كاتب جوابه. نعم نعم. فاليوم يعني انت قادر تنزل معدل ولكن انت ما انك قادر تنزل حصه خط كامل اليوم تحكي عن انواع عن المدارس الخط، يعني خطوه كثير مهمه، اليوم في صعوبات بكل عمل يعني. نعم نعم. خلينا نحكي عن اهم الصعوبات. الحقيقه كثير في اشياء يعني لازم نحكي عنها، منها انه الاكاديميه ما بتدرس خط، ما في اعتناء بالخط. الاهم من ذلك الطفل عم يشوف خط نسخ وعم يطلب منه خط رقعه، فبالتالي يصير عنده هذا هي الاشكاليه. انا اتمنى انه تكتبوا خاصه بالمرحله الاولى الخطوط بشكل بخط الرقعه. استاذ احمد احنا معنا دقيقتين يلا خلص. قرات مجدك في قلبي وفي الكتب، هلا كنت بدي اكتب شئام بغير لون بس خليني اكتبها بالازرق ونفرجيها اليوم للناس هيك، يعني اليوم بحاجه لوقت كبير كرمال تقدر تركز بين افكارك معلوماتك وبين الرسم. خليني اسالك كمان سؤال اخير اليوم، قد بيقولوا في علاقه بين الفنان والريش، قد في علاقه روحيه اليوم لحتى تجسد معاني وكلمات العلاقه بين الفنان تماما والريش؟ اكيد اكيد. هو يعني كل الحرف الريش كل هاي الاشياء بتعطي للخط يعني للفنان يعني غذاء روحي يعني. وقد اليوم هذا الفن يعني بلامس، يعني نحن نقول صح صعب او كذا ولكن نحن بلامس ارواحنا يعني وبالفتنة الحرف ثروتنا. ممكن اذا خلص استاذ احمد يعني هيك نرفع شوي على الكاميرا بشكل تقريبي يعني بشكل نهائي يعني بشكل نحن نرفع لو سمحت هي كاميرتك اذا سمحت بعد اذنك.
يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. اليوم انبسطنا بحضورك أستاذ أحمد، ونتمنى دائما هيك يكون عندنا وقفات لنحكي أكثر عن هذا المشروع الجميل وكيف نحن اليوم قادرين نحافظ عليه. وشكرا كثير، هيك تعبناك اليوم. شكرا لكم، يعطيكم العافية. شكرا لك لأنك عم تحافظ أكيد على هذا الفن التراثي. بدنا نشكر وجودك، نورت صباحنا. شكرا، صباح الخير. أما هلأ رحنا